عليك؟ بيك اكثر اللي عايش. لاباس الحمد لله، ولا لاباس الحمد لله. اتمنى روحك. اسمي ابراهيم ومتقاعد. مجلس الامن القومي يكشف على تحويلات بالمليارات للأفارقة جنوب الصحراء في الستة الأشهر الأولى من سنة 2023 في حدود 3000 مليار في ولاية صفاقس فقط عن طريق البريد التونسي والبنوك. شنو رأيك؟ مجلس الأمن القومي إذا كان يعرف الشيء هذايا وباش يسكت عليه من غير نقاش من غير تفسير، هو إجرام، مجرمين، هذو مجرمين تاع البلاد التونسية. بلاد تونسية اللي حررناها تحررت 25 سنة نضال وكفاح ومات فيها ناس وشهداء وما زالوا حيين، وثم اللي مات، وجبنا الاستيلاء على 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 دواليب الحكم وخذينا الحكم كذا وخذينا الاستقلال، لكن هذوما ناس مخربين، ناس يحبوا يخربوا تونس، ناس يحبوا يبيعوا تونس، هذوما دواهم الشنق، ما ثمش تعدوا على المحكمة شوية يلزمهم الموت، هذوما هذا يحبوا يبيعوا تونس، يحب يبيعوه الوطن، يحب يبيعوه. زاد على التمويلات الخارجيه، التمويلات الخارجيه هذوما يشجعوا في الاستعمار يدخل تونس، هذوما ناس يشجعوا معناها في ناس خارجيه، ايادي خارجيه باش يسكنوا في تونس، باش يستولوا على الحياه التونسيه، باش تولي هي ملكهم، هذايا باش يولوا في استعمار يردوا فينا باش نستعمروا من الناس هذوما، هذوما معناها مجرمين خارجيين قاعدين يشجعوا في الافارقه ويشجعوا في الدول معناها الاجنبيه باش تدخل بلادنا وتسكنها، وما التونسي ما عادش عنده حتى حق، تولي الجمهوريه الافريقيه، ما عادش الجمهوريه التونسيه، الدراب نتاعنا ما احتمال يتبدل حتى مع عادش درابوات اخرين، هذا هو تحب الدول الخارجيه راهي تحب هي كان تونس، تحب مضر تونس، كنا عايشين في خير ونعمل بس علينا. قاعدين نتبعوا فيها التمويلات هذه وقاعدين انت شديتهم يا حاكم والدوله شدتها الناس هذوما، تعاقبهم تصير له ما ثمش تعاقبهم طول المشقة ديالك. هذوما يحبوا الخراب نتاع تونس، هذوما ناس مشجعين على خراب تونس، يا ولادي راه تونس مشات لان باش نقعدوا التمويلات نشدهم، والله انا مواطن عادي، والله نشد ولدي يسخن خلينا نقص لديه على الوقت زاد ما نبحثوش، انت عملت كذا لخاطر تحب كذا وكذا، هذوما لكن دوله ساكته والعداله ساكته والداخليه خاصه الداخليه نتاع بلادنا هي دوله، والدفاع زاد عنده نظره، اذا كان يسمعوا هذوما كل شيء والاستيلاء شدوهم الناس هذوما، التمويلات وين مشات لعند شكون؟ والتمويلات الجايه من الخارج هذوما ما عادش تجيب نحس فارم نتاعهم، انت قاعد الظرفيه يا دول خارجيه، قاعد ظرفي تونس، ظرفي في بلادي، شو معناتها؟ يا اخي انا ماخذ الاستقلال ماخذه عن جداره، ماخذه جايب هذه الخريطه التونسيه للتوانسه، انت تمول فيها ذم باش يستعمرونا، هذا الاستعمار البطيء، كيما الواحد يتكيف الدخان يتكيف الموت البطيء، هذا ما قاعدين يستعمروا فينا بشويه، مش معناتها يشجعوا هذه دول تحبنا احنا، حتى دوله ما تحبنا راه، ثم كان دوله شقيقه وصديقه معنا في الشرق الاوسط، هم زوج هم ليبيا والجزائر والمغرب، هذوما حتى احنا توانسه اذا كان ما ندافعوش على بلادنا ونتكلموا على بلادنا بالذات تقع فينا اي حاجه اي مشكل اي دوله تدخل ما يدخلوش فينا، لخاطر احنا نشوفوا في مضره، نشوفوا في المعتدي على البلاد، ونشوفوا المجرم وباقي عاطينه الحريه. عاطينه الحريه، تو غدوا الجزائر وليبيا والمغرب ما تعاوناش في اي حاجه، لخاطر احنا راضيين. دونك يلزم الدوله تقوم تعمل جميع الوسائل للبعاد الناس تظلم وتحكم عليهم بالمشق وبالموت، ما يقعدوش كيما السيسي. اش عملوا له السيسي؟ خاطر الناس مخربين ويقبلوا في الفلوس هذه، شكون اللي قبلها يتعاقب واللي بعثها ما عادش ندور به جمله. واللي قبلها هذا وحتى في البنوك ولا حتى في عند في ايادي مختبئه او جواسيس تكره تونس. دخل البريد التونسي والبنوك. تطيق التونس يدخلوا ها 3000 مليار في 6 الأشهر الأولى من 2023، هذه المدينة صفاقس كهو هي صفاقس دولة في بالها بارد في بالها مش هذي البنوك اللي تقبل فيهم، هذي معناها الدولة تقبل في الفلوس وتمول في الناس هذوما، هم مخربين في تونس هذوما، كيفاش أنا عندي فلوس نقبلها كل شيء وما نقولش لها للدولة؟ يرام بعثوا لي كذا وكذا هاو واش يعملوا كذا وكذا، هو خاين هذا، خاين الوطن هذا، البنوك والا البريد وكذا هذوما يتعاقبوا حاليا لا فيها لا بحث ولا فيها استنافات ولا فيها محامين، يتعاقبوا عقاب شديد زاده، هذوما الاستيلاء على الدوله، هذايا باش قاعدين يشجعوا في الاستعمار باش يدخل تونس، هذا ما كيفاه يا اخي نحب نعرف انا شبيه العباد هذيا المسؤولين هذوما القيادات هذوما كامل احترامات لهم، يا اخي شمكليين هذوما؟ شبيه قلوبهم بارده؟ شو قلب بارد يا رسول الله، حط بحذاه دبوزه ماء سخونه تبرد من غير فريجيدير، اش ما عندهمش غير على الوطن،
اش ما حسوش على وطنك، حاطيني وزير، وينك الوزير انت؟ وينك وزير الداخليه؟ وينك وزير الدفاع اللي تدافع على الدوله؟ وينك وزير الداخليه لاستقلاليه المواطن في الاستقلال الداخلي؟ احنا الاستقلال الداخلي ما عادش عندنا. هذا محل. يا اخي تو الافارقه داخلين هنا علاش؟ علاش؟ يحبوا يمكونا. يحبوا يعرسوا هنا يا اخي جايب لي اولاده من غادي علاش؟ شكون يمول فيه؟ كان عنده فلوس راه كان في الوتيل. قاعد يحب يكي هنا عند المواطن ويحب يقعد هنا، يحب يستقر في تونس. واحنا قاعدين نسبقوا قاعدين على اخوه وصداقه وحقوق الانسان حقوق الانسان تطبق على انسان في بلاده. الحقوق نتاع الانسان تحدث عليها معناها منظمه حقوق الانسان هذه، كل انسان عنده حقوق في الوطن نتاعه. هو يخرج حشاكم وحش قدركم وحش الناس ما كلش عريان، انا ما نخرجش عريان، نخت محترم. هو عنده يقعد قدام وزاره حقوق الانسان، ما نجيب كرسي نقعد قدام وزاره الداخليه. قال شنو حقوق الانسان؟ نحترم دولتي ونحترم القانون. هم حقوق الانسان تطبق على بلاده. احنا دولة محترمة ودولة اسلامية ودولة عندنا شعب معناها ضعيف في الماديات وما ما يطلبش برشا واعطيه معناها يعيش مستقر في بلاده ويديك الفائدة. هي من دخلوا هذم يتعاقبوا هذم يتعاقبوا حاليا يتعاقبوا ولا فيها بحث لا بحث شيء يتعدوا على 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 القضاء ويتعاقبوا ولا فيها كيفاش على عملتك هذا حتى غادي عادي غادي المشى نقتلوا له هذا. علاش ولا شوفوا العوج وسكتنا عليه. نشوف في الشيء قاعد هبط على تونس وسكنها ليه، كيفاش عايش العباد هذه؟ هنا والراحة أخرى زادة ثم مواطنين يجوا يتكلموا قدام الكاميرات هنا ويتقعبتوا، احنا تو حاليا حسب ما ريت ثم كان قعبيت كان قعبات بالكذب، يجي قدام الكاميرا يحب يوري وجهه للكاميرا، يحب يوري وجهه ويتفرج في العباد، إنسان كي يتكلم وعنده جدارة وحب بلاده وحب الوطن نتاعو يتكلم والشرارة تخرج، الشرارة تخرج من عينيه، شرارة تخرج من عينيه، أنا عندي شرارات من عين شرار. تخرج اني نحب وطني نحب دولتي نحب بلادي ما يدخلها حتى حد نحافظ على دولتي نحافظ على الدراب والمغروس غاديك نحافظ عليه نحافظ عليه كان انا ناكل خبز وكاري شنو عندي شهريه أنا. لا والله ما نسلم فيه والله كنت نصور مليارات نحب بلادي مستقله نحب بلادي محترمه حتى واحد ما يدخلها حتى واحد ما يدخلها عندنا اقارب ناس هم الجزائر وليبيا والمغرب هذوما اكبر مع الدول اللي نحبوهم احنا ويحبونا ودافعوا علينا ما كانش اذا كان حاليا يعني انت بقدبها مدخلها من الحبس ومش ما عدام تور هذا يحب يخرب الحكم يعني وش استعمار هذا هو مش ساهر الدوله معناها يجي معناها يدخلوها ناس كذم ويحطوهم في البنوك والبنوك ساكته وين المدير نتاع البنوك هذا وين المدير نتاع هم جواسيس هذوما هم جواسيس كل انسان يعمل هكا راهو جاسوس هكا دولته وهكا وخاين لدولته خاين ومستعمر ما معناها اساليني بربي راهو قلبي معبي راهو ما راهو والله قلبي معبي نخلص وشريتي مستور كيما الناس واقل من الناس ما نقولش خير من الناس كيما الناس واقل من الحمد لله معناها لكن مانيش راضي بالوضعيه نتاع تونس راهو كي تونس كي تغني واحنا كي صلاح مصباح كي يغني يقول تونس يا موسى واعد سود راهي مش واعد سود مدهونه بالاسود سواعد سود بالحق خالقه سوده خالقه سواعد سود معناها قويه سواء سود معناها براد فير معناها ما يلاقونا حتى حد حتى ولو ما عندناش معناها ماديات وما عندناش فلوس باش نشروا العتاد الحربي بكلامنا معنوياتنا محبتنا في الوطن ندافعوا عليها ما يتبعوش عليها كيفاش قيادات كبيرة ما تعودوش عليها كيفاش يسال في المواطن تقولوا كيفاش شدهم يا مواطن انت اذا ما شدهمش تنطلبوك انت وزاره وين الوزاره؟ وزيره الوزيره مع كما اهتماماتها الوزيره الاولى ما تحكمش في الوزاره نتاعها انا ما عجبني كان وزير واحد ما كان اهتمامات الشخصيات من كل عجبني الوزير نتاع التربيه لان يعني معناها عمل الغلطه يجب تعاقب على الغلطه شي خلي لك الكلمه الاخيره لا الكلمه الاخيره انا نطلب من القيادات بابا خدري القيادات ياكلوا فلفل حار والشعب ياكل فلفل حار باش يكون حال كي يتكلم يبرهن يوري على قدام الراي العام اللي هو شاف مش يبدا يشكي يقول لك هيك الحاجه والله ما هي عجبتني يبدا يضحك لا مش عجبتني الحاجه مش عجبتني يا عجبتني يا لا مش يبدا يتهدى لك 50% راضي 50% سينا بلي دو بون موفي لا بلي دومبورتونس الفو ديفيري اونتر الموفي لو بون انا نحب الوطن نتاعي ونحب دولتي وحتى واحد ما يدخلها عندنا الليبيه والجزيريه والمغاربه مرحبا بهم في كل وقت هم هذم راهم ناس ما نكرههمش لكن ضرونا حتى الولاد هنا باش يسكن هنا يقيد لي بنته وولده والبلديه نتاع تونس ما تخرجوا هو استعمار هذا هو استعمار هذم ناس في قبيهم كهذم لكن معديني براس معديني وعدوني حتى قدامنا حتى في الهوريشيما هذم ناس مجرمين يحبوا يسلط علينا الاستعمار بالقوه وما يكونوش معناها لينين قدام الراي العام وقدام امريكا وقدام المنظمه العالميه وحقوق الانسان وحقوق كذا احنا عندنا حقوق البلاد ننازلوا عليها ننازلوا على بلادنا
واللي ما يحبش الوطن نتاعه راهو ما يغيرش على الوطن نتاعه، ما يغيرش على داره، ما يغيرش على الوطن نتاعه، ما يغيرش على مرته، ما يغيرش على بنته. قلبه بارد، وقلبه بارد الانسان راهو يدفن روحه وحي. انا دولتي ما نسلمش بها لو كان تبدا شكون.